على رؤساء أركاننا بالهاتف. أشار السيد رئيس الأركان الأمريكي باهتمام السيد إسبير بتنسيق العلاقات مع زميلي. يصعب أن أضيف شيئا، ما أريد أن أقوله أننا ربما سنبقى غير طبيعيين. أود أن أرد حول ما قيل عن الوضع في أوكرانيا. فبالدرجة الأولى أنا كنت قد قلت في كلمتي بأن هناك إمكانية لتحسين الوضع. كان هناك تصريحات للرئيس الجديد الأوكراني والحديث يدور عن التصريحات المتعلقة في هذا الإطار، وهو تحسين الوضع، وهو وقف أو الاستمرار في وقف العمليات القتالية ووقف إطلاق النار والسحب وفصل القوات عن بعضها البعض، وتبادل المعتقلين. وهذا هنا كان قد عمل وبشكل نشيط الرئيس ماكرون، وهذا كله مع بعضها البعض يخلق الأجواء الإيجابية. ولذلك نحن نعتقد بأن مبادرة صيغة النورماندي جاءت في وقتها، والتي بإمكانها أن نصل إلى نتائج حولها خلال الأيام القريبة، ونحن سعداء لهذا الأمر. الزملاء من الجهة الفرنسية، طاب يومكم. السؤال إلى السيد لودريان. الرئيس ماكرون كما قلتم كان قد دعا إلى الحوار مع روسيا، وهذا ما تقوم به أو ما الذي تقوم به فرنسا اليوم لكي تخفيض النظام الذي يستخدم لحل هذه المسائل. فيما يتعلق بالسيد ديلي بالا، فإن هذه المسألة تطرقنا إليها أكثر من مرة وخلال فترة طويلة مع زملائنا الروس ومع الوزير لافروف، حيث التقيت معه لعدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، ونرى أن الوضع المتعلق بمواطننا هي غير مرضية، واعتقاله لا يتطابق مع الوضع العادي حسب رؤيتنا. ولذلك نحن ننظر وباهتمام لكي يحصل السيد دي ليبال على حقوقه، ومن ثم الدفاع عن حقوقه. وأنا تحدثت مع السيد